يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أحمل جنسية لإحدى بلاد الكفر، فهل يجوز لي أن أحصل على جنسية لبلد آخر من بلاد الكفر؟ أصل أخذ جنسية الكفار لا تجوز للمسلم، ذكرنا هذا في الدرس الماضي أظن البارحة، لا يجوز للمسلم أن يأخذ جنسية الكفار لأنه يدخل تحت حكمهم، إذا أخذ جنسيتهم صار من رعاياهم يدخل تحت حكمهم، لا يجوز للمسلم أن يدخل تحت حكم الكفار ويكون من رعايا الكفار، لكن يجوز له الإقامة عندهم قدر الضرورة بدون أنه يتجنس لجنسيته. نعم.